بين زوايا البيت يتنقل طيلة اليوم، غرفة النوم، المطبخ، اللعب، حتى وإن كان في ركن ضيق. لم يألف ريان نمط الحياة الجديد الذي فرضه عليه الحجر الصحي. خطرات نقبح، خطرات نكره، وخطرات نتوحش صحابي ونتوحش زملائي. واش ريان؟ شاك دير؟ والد ريان يحرص على الاستمرار في تقديم الدروس بأسلوب لين، مراعاة لظهور سلوك جديد مضطرب تارة، عدواني تارة أخرى، وكثير الحركة في أغلب الأحيان تطلب معاملة خاصة. لازم معاملة خاصة، مثلاً ما يتلقاش مع أصحابه، وشنو هذا كاتك باسي ما وش يتكلم مع أصحابه، يتكلم مع ولاد خالته ولاد عمه وهكذا، نعطيه فترة ويعيط في التليفون ولا في سكايب. هنا لو كان ماشي رب الأسرة ما يفرطش، هذه برنامج خاص للأولاد تاعو، يعني الأولاد تاعو يتيهو في جميع الميادين، سواء في التربية ولا في الدراسة تاعهم ولا في حتى في العادات والسلوك تاعهم. تغير سلوك الأطفال خلال الحجر الصحي الذي فرضه انتشار وباء كورونا يظهر على عدة أشكال، وله آثار قد تمتد إلى فترة ما بعد الحجر. نشوف اليوم يعني الأديكسيون وزيكرون، يعني الأطفال يقضوا كل ساعات حوالي 8 ساعات، وهذا خطير وخطير جدا. وكذلك يعني الطفل في عنده كثرة الحركة، لازم يخرج، لازم رانا نشوفوا يعني دي تروبل دو كومبورتمون، وكثير من الأطفال ولو يعني تريز أغريسيف ولو يتضربوا بيناتهم، يشرى الشجار، وفيه مام دي زاكسيدون دوميستيك. أبخي لو كوفيد راح نشوفوا عواقب بسيكولوجية ربما أكثر بلي راهي في لو كونفينمون. ساعة خدمتو خاطش تروح الامتحان، عندك ساعة. أمام الأولياء تحديات نفسية تربوية واجتماعية خلال هذه الفترة الاستثنائية التي يمر بها الأطفال، بالإضافة إلى تنظيم أوقاتهم وتوضيح مخاطر الفيروس. نقول للدراري قعدوا في دياركم لأنه مرض خطير ومعدي، إن شاء الله يرفع عنا الوباء ربي سبحانه.